لو الحكايه فيها ان فيتو. طيب ايه هي التطعيمات اللي ممكن اديها لابني احمي من امراض الموسميه يعني زي الانفلونزا وغيره؟ طيب بص، موضوع تطعيم الانفلونزا برضو لازم نقول نقطه، مش كل واحد في الدنيا محتاج ناخد تطعيم الانفلونزا. هي ليها اسباب او ليها حاجات في الطب بندي المرضى بتوعنا، زي مرضى القلب مثلا ومرضى السكر ومرضى الحساسيه والسن الكبير اللي فوق ال 65، دول المفروض انهم ياخدوا تطعيم الانفلونزا كل سنه، لكن مش كل انسان ماشي في الشارع كده ياخد تطعيم الانفلونزا بدون سبب.